بعض الناس إذا ذكرت أنا بهذا الكلام قال شوف سبحان الله لما تقول ما لا تفعلون، تشوف نفسك ما تركت أحدا. كيف يعني ما تركت أحدا؟ يريدون من الواحد يكون رقم واحد، هذا لا تفسير، هذه يريدون من الواحد أن يكون رقمه رقم واحد. إيش رقم واحد يعني؟ هذا اصطلاح أنا مطلع رقم واحد. بعض الدعاة أو الدكاترة أو المدرسين أو يعني من تكلم بالساحة ودرس ولا عنده مقاطع ولا عند كذا، ما شاء الله لا يمس أحدا بشيء. لو بعض الناس يكفر، لو يأتي بالبدع، لو يأتي بالفوضى، لو يأتي بالانقلابات، لو يأتي بالتكفير للمسلمين، ما يمس أحدا، فهو كرقم واحد الذي ينقسم على جميع الأعداد. هذا ما حصل حتى للأنبياء ولا لا. فليس من معقول أن تكون رقم واحد أيها الداعي، أيها الدكتور، أيها الخطيب، أيها، فالناس كلها تحبك وكلهم راضي عنك وانت راضي عنهم، معنى هذا انت ايش؟ لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، صح؟ كيف يحبك هذا؟ كيف يعني كيف يرضى عنك وهو اصلا يكفر المسلمين؟ ليش ما كفرك انت بالذات؟ لو سمع منك انك تزجره وتنهاه وتنتقده وتقول ما انت عليه باطل لما احبك، لأن الناس متى ما وافقتهم في هواهم أحبوك. فهذا يا أخواني قلنا فلان طيب، حتى أقول لكم يعني ويكون صراحة بعضهم يراسلني قال ليش ما تصير مثل الشيخ فلان؟ شوف كم يحبه، بل 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 ما خليت أحد ما تكلمت فيه. لكن في واحد مرة أعاني الله عليه قال أنت تغتاب، قلت ما تتكلم فيني؟ قال طبعا أتكلم فيك. قلت ليش مغيبة؟ يعني معلش تكلم فينا، يكفرني يا منافق يا كافر يا عميل يا صنوع، ماذا حلال. لكن أقول واحد هذا غلط هذا كذا، لا ما خليت أحد. في كل حال ترى مخليهم ناس ما لحق فيهم، لأن أيضا الناس يرسلون شوف هذا شنو قال، شوف هذا شنو، ايش لحق، ايش تخلي شنو. أهل الباطل كثر، ما تستطيع أن تتابعهم كلهم ترد عليهم كلهم. واحيانا اصلا الشبهه واحده، يعني رديت واحد الثاني 14 كلهم الكلام نفسه، اذا رديت على واحد ورد على الكل يعني. لكن هذه شبهه يطرحها بعض الناس، تلقى بعض الناس والله ما يدري ايش الموضوع، خلاص هو حطه في ذهنه ان فلان على طول يسب الناس، فلان على طول يتكلم في الناس، فلان ما ترك احدا. فواحد سبحان الله بدون لا يدري يقتنع بهذا الشيء دون ان يعرف الحقيقه. والشيء بالشيء يذكر أحد الأخوة المحبين قال جلست في مجلس قال فلان يعنيني يعني سالم الطويل أعوذ بالله كل سب بسب، ما عنده إلا السب. يقول فقلت له شوف هذا الحين عند اللابتوب ونت قوي، أعطيك فرصة 30 دقيقة نص ساعة وإحنا جالسين طلع لي السبات. قال هو متروس، قال ما طلع طلع فتح يقول 30 دقيقة احنا قمنا نسولف لما حسبنا ما طلع ولا سبه واحده. قلنا ها؟ قال لا في في. قلنا اشهدوا عليك 30 دقيقه ما طلعت ولا سبه. فشوف بس خلاص هم هكذا يريدون ان يصلوا لهذا الشيء، ان هذا يسب، ان هذا ما خلى احد، انه ليش ليش ليش؟ بالعكس اصلا كما يقولون اصلا الذي ينصحك حتى لا يكثر اتباعك هذا ايش؟ رحمه بك، لان اذا زادوا اتباعك زاد اسمك، صح؟ زاد اسمك، نبهك على شيء. لكن الهوى وما أدراك ما الهوى، الهوى ما له دواء. والأحيان واحد كلامه باطل واضح ومع ذلك يكابر انتبهتم؟ فسبحان الله، الله يهدينا وإياهم، الله يهدينا وإياهم، والله أني أدعو الله أن يهديني ويهديهم برحمته وفضله وكرمه. طيب